في أوقات الفراغ واجتماعات الأصدقاء بتكون المقاهي حل كثير من الشباب وبتشهد إقبال كبير منهم. خلونا نتابع تقرير بتول العتال لنعرف كيف تأثرت المقاهي بسبب كورونا وكيف كان إقبال الشباب عليها. فرضت ساعات الحجر الجزئي تحديات كبيرة على بعض القطاعات التجارية، وخاصة قطاع المطاعم والمقاهي اللي بيعتمد عملها على ساعات الليل المتأخرة، الأمر الذي ما زال يربك أصحاب المحلات حتى الآن. أنا كمحل عندي أغلب اللي بيجوا عائلات، عمر الشباب الجامعات وفوق الموظفين هو الغالبية العظمى بتقدر تحكي، وفي كمان عوائل، يعني بمتاز المحل هذا أنه بدخل عائلات أكتر. هلأ الحمد لله بعد الثلاث شهور زي ما بتحكي كنت متخوف أنا من الفتحة، لما فتحت في لويالتي كانت للكاستمرز، والحمد لله رب العالمين في عارفين شو المحل عم بيجوا عليه، الوضع تمام 100%، ويوم بعد يوم تحسن، وصل زي ما بتحكي البيك ورجع وضعه زي أول. ريسنتلي من القرارات الجديدة والأعداد اللي عم بتزيد وقت الحظر اللي قلت لكم عنه قبل شوي صار العدد عم بقل بالشغل، تخوف ناس ونفس الأسباب بحكي فيها. المطبخ تعقيم كامل من A to Z، الإجراءات التباعد وإجراءات الوقاية اللي حكت عنها الحكومة عم نتبعها كامل، الموظفين طبعاً اللي بيحتكوا مع الناس كتير تعليمات بالنسبة لهم، فحص أكيد 100% كل الموظفين فحصين، طمننا على هذا الإشي. بلس إنه زي ما بتحكي الإجراءات تبعت الجلوفز والكمامات هذا إشي كتير واجب، وطريقة التواصل مع الزبون صارت شوي في سبيس، كل فترة بتيجي لجنة بمر حدا، بيجي شخص، بيجي طاولة، بتصلوا تليفون، بدخلوا بفقدوا المحل، بتطلعوا نظرة، أكيد بشيكوا هذا الإشي وبسحب حالهم بطلعوا. الحمد لله رب العالمين ما واجهنا ولا مشكلة، وهذا إشي كتير منيح. أنا أول إشي كنت متخوف أول ما فتحوا القرارات، وكنت عارف إنه الشغل ما راح يكون 100%، فأنا حكيت للناس اللي بعرفهم وأنا اتخذت قرار إني أجل الفتحة شوي لحد ما الناس ترتاح، لحد ما نعرف شو الإجراءات اللي صايرة، لحد ما أشوف شو راح يصير رياكشن الناس ورياكشن قرارات بعد ما فتحت المطاعم، لأنه ما بنعرف شو راح يصير كيسز. بلس إنه بعد ما فتحنا بما إني أجلت شهر، زي ما تقولي بعد أسبوع رجع الشغل 70%، تمام؟ الناس طبيعي رجع بعد ما صار في قرارات جديدة، صار في تقليل ساعات، صار في حالات كتير، نزل الشغل 50% وأكثر شوي. فكل إشي بيطلع من حالات ومن قرارات بأثر بشغلي أنا، من تخوف ومن ساعات عمل، هذا كله بفرق معاي وبفرق برهبة الناس لتيجي على المحلات وراحتها النفسية. أما بالنسبة للشباب ما زالوا حتى الآن يقبلوا على المطاعم والمقاهي التي تلتزم بالشروط الوقائية. هلأ بصراحة زي قبل لا، بس الواحد بفضل يروح أماكن موثوق فيها، تكون كافيهات أو مطاعم يعني تكون نظيفة كثير ومرتبة وما شاء الله عليها كان نظافة كاملة، بس زي قبل لا صراحة. هلأ عادة أنا ما بشلح الكمامات، بس أنا طبيعتي كذب وبدور على مكان يكون يعني ما أخذ تدابير الوقائية، بكون معقم أجهزته، بكون معقم الطاولات، بكون جهز الأمور. هلأ بالنهاية إجا أكيد الواحد بطل يعني يروح زي أول لمكان تاني أماكن كثير، صرنا نرجع لكافيه واحد يكون عندي ثقة في الستاف تبعه في الموظفين تبعه لأنه متبعين إجراءات الحماية وأوامر الدفاع رقم 11 وكل أوامر بشكل عام. يعتبر الكثير قطاع المطاعم والمقاهي من أوائل ضحايا أزمة كورونا من بين القطاعات الاقتصادية، حيث كان من أواخر القطاعات التي عملت بعد تخفيف إجراءات الحظر، ولكن ما حال هذه القطاعات والشباب في حال عدنا للحظر مع زيادة انتشار فيروس كورونا؟